أحصر حديثي في تجربته معنا في تلفزيون لبنان في تقديم نشرة الأخبار. كلما دخلنا إلى نشرة الأخبار وتطلعت برياض أخشى من الضحك بدون سبب، فيعاجلني هو يعني كان عنده هيك محط كلام، تقبرني شو عم يضحكك؟ ما عم يضحكني شيء، بس مجرد ما طلع فيه اضحك. مرة يعني نحن الصبح بتعرف بنروح على أشغالنا بالأخبار، إجراء مقابلات، إجراء تحقيقات، لازم نروح على يقيد ذقون، فبنحلق الصبح عند المساء بتكون طولة الدقن. فشو بنعمل؟ كنا نفوت على الغرفة خاصة نضع بعض المكياج، ما كان في عنا واحد يهتم بالمكياج تبعنا، نحن في علبة بودرة نضعها ونضع على الدقن حتى نغطي. هونيك نهار دخلت أنا بدي فوت أنا وياه على الرياض على نشرة الأخبار، سمكت كتير من هذا المسحوق يعني البودرة، ودخلت إلى نشرة الأخبار، وما أن بدأ الجينيريك وبدأت البروجكتيرات بالإضاءة حتى شعرت أن هناك نارا تشتعل في بطني. حاولت أن أتغلب على الموقف، حك شوي وأبرم شوي، ولكن يعني حك لا يطاق، فاضطررت إلى تقديم فاصل إعلاني وخرجت من الاستديو وأنا في حالة هستيرية. دخلت حتى أزلت الهداك، تبين لي بعد نهار أو نهارين أن الرياض عمل معي، فبدل البودرة حط مسحوق غسيل رحمة الله عليه، لأنه لم يرحم نفسه في حياته مناضلا بالكلمة وبالصوت، فاستحق في مماته أوسع الرحمات.